اهلا حبيبي الجد. كويس الحمد لله. ايه اللي حصل لك يا عم؟ ولا حاجه، مجرد خدش بسيط جدا جدا. ميرسي جدا. ايه اللي حصل يا يحيى؟ عربيه ضربت عليه نار، بس الحمد لله الرصاصه طاشت. يا نهار اسود، ده نفس اللي حصل لك؟ ايوه بالظبط. انا عايز افهم يا يحيى، ايه اللي بيحصل لنا ده؟ الموضوع عمال يتعقد. احنا كنا فاكرينها محاوله اغتيال ليحيى بيه وبس، لكن من الواضح كده ان في حد مترصد للعيله دي كلها.